في اضاءه ولا في انا ما اضاءه خلاص فيها الاهداف ما لها دخل في الاضاءه. شوف الاهداف ما لها دخل في الاضاءه. لا, لا لا هي الاهداف ما لها دخل بالاضاءه. لا لا دخل بالاضاءه. انا باثناء التسخين القوه اللي في محمد الدعيح هي الكره العرضيه, والقوه اللي في المنتخب الالماني الكره العرضيه. خلاص هذه يوم شفت الاضاءه صدق ما كنت تشوف الكوره وهي في الهواء. انت بالتسخين لا في المباراة في المباراة بعض الأهداف ورون الأهداف ورون لا الأهداف كلها على مستوى. كنت تشوف الكرة؟ ما أشوف. وين تشوف الكرة؟ كيف تشوف الكرة يعني؟ لا لا قصده إنه الكشافات الكرة اللي بالأرض هذه تشوفها هذه سهلة بتشوفها, بس وين في عندك خط ستة شبه. أي لا 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 كرة صعبة. أي وش أقول لك أنا؟ أنا لما أقول الإضاءة, الإضاءة لما دخلت أسخن يا خالد الإضاءة كان الملعب هذا مقفل, الملعب هذا مغطى كامل يقول نفس الاستوديو والملعب نفس الاستوديو. ايوه والملعب على صاج الظاهر حسين يوم تمرن الساعة اللي فيه صح قبل المباراة كانت ربع صح الانوار مولعة. يوم جلت المباراة ولعوها كلها ما عندنا الرؤية اذا رفعت عينك ما تشوف زي كذا. اقول لك الاضاءة هذه وهذه عندي انا بالنسبة لي انا قوتي هذه بحراسة المرمى اني اعتمد عليه اعتماد كلي لاني ما احب اقعد بالباب. انا على فكرة كل كور ارضية اطلع عليه هذه هي انا قصدي.